مع النجاح والمبدعين في كل مهرجان الجمهور والنقاد ما بيتغيرش رأيهم في الإبداع، لأن الإبداع واحد، والإبداع السنة دي كان على أعلى مستوى. وفاء عامر كانت من المبدعين اللي عملوا حالة جميلة جدا في الدراما الرمضانية. أم النسر وفاء عامر بقولك ألف ربنا يخليك يا بوسي، كل سنة وانتم طيبين. سعيدة ان انا كل مهرجان بشوف ان النجاح بتاعك ما بيتغيرش والاختيار ما بيتغيرش. والجمالية تبقى اكتر من محمد رمضان، مش عارفة اصور معاك، ركزي معايا شوية حبيبتي وسيبك من جمهورك العظيم ده وخليكي معايا لحسن محمد رمضان بوظ الجمهور علينا. لا هو انا مبسوطة جدا، وشك حلو عليا طبعا، والجمهور صح فضل كبير جدا جدا، وانا بقول ان انتظروني في بجد في حاجات اتعب فيها. يعني بصي انا حتى بصيت لك مش عايزه اتكلم مع الجمهور، لان مش الجمهور هو ان انا اصدق ان انا واقفه معاكي مع بوسي شلبي. يا سلام يا وفاء يا حبيبه قلبي، انت فنانه عظيمه وصديقه العمر، وانت عارفه ان انا بحبك وبحترمك ومن اول دور وانا بشوف فيكي ان انت كلك طاقه وعشق للفن. حبيبتي انا فعلا بعشق الفن وبعشق الكلمه، الكلمه نور وبعد الكلمات كبور. يعني انا مش عايزه اقول لك في حاجات كده الكلمه، انا كنتش بعرف انا ليه بحب التمثيل. اتاري كان دايما يشدني لما حد يقول حاجه حلوه، شعر، نثر، ادب، جمله تمثيليه عظيمه، الكلمه عظيمه. انت ليه ما بتكتبيش؟ عشقك للكلمه واضافاتك في السيناريو وارتجالك في شخصياتك اللي بتبقى كان ليها مكان حلو جدا في الطوفان، ليه ما بتفكريش انك تركزي في الكتابه؟ بعمل خواطر يعني، مش بس ما اقدرش، انا غير قادره على كتابه سيناريو بالكامل، لكن ممكن احساسي اقعد اتناقش مع المؤلف في دوري وهو يصلح لي. يعني اقول له استاذ هي الشخصيه دي قبل كده كانت ايه؟ الهيستوري بتاعها ايه؟ اتولدت امتى؟ عاشت ازاي؟ حبت ولا لا؟ ابوها كان بيشتغل ايه؟ امها كانت فين؟ في حاجات لما بسال فيها المؤلف بتفتح له سكك وانا بقعد اكتب. دي مدرسه خالد يوسف اللي اتعلمها كمان من يوسف شاهين. النجاح الكبير ده وراه ايه؟ الفتره الجايه عايزه استمر طول السنين كده اكون معاكي في كل معروض عليا اعمال، بس كله لسه بالكلام يعني. وفي حاجتين قريتهم ما لقيتش نفسي فيهم، واحد منهم وقف عشان ما نكذبش يعني، والتاني ما ينفعش اعمل من دور فتاة عندها 16 سنة وفكره ان انا هفرح بقى. ازاي؟ وده الحلو ان كل واحد يعرف ان هو الدور اللي يناسبه والدور اللي يقدر يدي فيه. مش عارفه الدور المعروض عليا ده المفروض ان بس الثلاث حلقات الاخرى هي اللي بتكبر في السن وبتبقى في سني دلوقتي. انا ما اقدرش اعمل كده يعني، ده يجيبه يبقى في فرصة لواحدة اصغر في السن وتاخد اوسكار بالثلاث حلقات دول، او اعمل الثلاث حلقات دول بس، لكن هو موضوع حلو. يعني عايزه برضو اقول لك واحنا واقفين في مسرح سيد درويش والقاعه مليانه، انا عارفه ان انت كنت حضرت معاكي حفله التخرج بتاع واتعرض عليكي مسرحيه شجره الدر، ليه بترفضي المسرح؟ ليه؟ بصي انا عندي ابني رساله زي ما الفن رساله، فانا زي الموظفه بروح الاستوديو الساعه 8 9 الصبح بخلص 7 بالليل، الوقت ده بيبقى ابني راجع من المدرسه 4 بيتغدى بينام ساعه وبيصحى يذاكر، لازم ارجع البيت عشان اتابع ابني، ده اللي اكيد كل ام بتتفرج علينا دلوقتي بتعمله. عندي مثلا والدتي لازم اتابعها، عندي بعض مشغولات من اصحابي لازم يعني، ممكن كل شهر مثلا بسال عليكي تلاقيني طب عليكي جايه لك بالبيجامه، دول انا بحس انها مسؤوليات، الواحد بيحب يشوف زمايله واصحابه. يعني ما تعمليها في فترة الصيف في اجازه ابنك، ولا برضو وجودك في مارينا معاه دعمك ليه في الصيف؟ يعني خشبة المسرح مش هتكون من نصيب وفاء؟ لا بس من لمدة 3 سنين لو ربنا أحيانا. لا المهم ان احنا نشوفك في الدراما وفي السينما. هسيبك عشان المهرجان بدأ، ودلوقتي لحظة تكريمك بقولك ألف مبروك، ودايما بكون معاكي في كل لحظة. الله يبارك فيكي، مبروك لكل زمايلي ومبروك لكل الصحفيين المحترمين اللي ادونا يعني الجايزة دي. أنا بشكرك وطلع عزة أبعوف الرئيس الشرفي. عزة أبعوف دلوقتي على خشبة المسرح هو الرئيس الشرفي، الدورة دي باسم فريد شوقي والرئيس الشرفي فيها عزة أبعوف. شايفاها ازاي؟ شايفاها من جيلين مختلفين، وحش الشاشة الذي لن ولن يجود زمان بمثله أبدا. الأستاذ فريد شوقي غير القوانين بأفلام، فنتمنى أن تعيد السينما الذاكرة.
لا هنسيبك بقى عشان تطلعي على خشبة المسرح، تابعونا وتابعوا معانا مهرجان همسة. جائزة أحسن ممثلة عن مسلسل مصر الصعيد الفنانة وفاء عامر. يعني انتوا عاجبكم الشباب اللي ماشي في الشارع مطلوق كده لابس